ولدي شباب الدنيا، ولدي شباب الدنيا شلحقتك عليه، حرموني منه، ثم رب الدنيا. ولدي ما طلع لي حب يطلعني، خاطر شافني نخدم وتعبه، قال لي امي نمشي نرتحك، انا زدت هبطت تحت الصفر، هبطت. انا ولادي كي يسالوني ما عندهمش، بوكم مات ما نعرفش، بوكم حي ما نعرفش. انا عندي بنتي صغيره كل دفينه ولا حكايه يخرج صندوق تبدا هكا شاده فيه للي تيح الدوخ، تقول لك حتى حاجه ندفن، حتى صبات وحتى مريول، والمهم نعرف اللي بابا مات ولا اليوم من هذا ما عندناش حتى فكره عليه ميت ولا حي. طالبين اولادنا، طالبين اولادنا، ما حاجتي بشيء، ما كسبني دار نعطيها له، ما كسبني دار نزيد نعطيها نروح بها بولدي، نبات حتى في عش، هذاك المطلوب. امنيتي ولدي ونموت، خاطر ما عاد ليا. انا كأم وباسم امهات تونس الكل ماناش مسلمين في حق اولادنا. أنا من منبري هذا نلقى حرقة حارقة. يا حاجة تعرفنا بروحك، أنت الاسم واللقب ومنين جيت وعلاش جيت؟ أنا رشيدة باجي من الكبارية حي النور، ولدي أيمن العياري. أحرق توا عنده 12 سنة من الثورة. من الثورة 2011، اي 2011 14 مارس. ولدي حرق كلمني الصباح خرج مع 9:30 تاع الليل طلبونا، قال رانا وصلنا لايطاليا. بعد بجمعة ولدي هاو ما تكلمش، قلت لكم مجدود. بعد جمعة يعدوا على الانترنت على في التلفزة اللي هما موجودين، مدخلينهم دخلوهم لتراب ايطاليا. من وقتها ما كنت طلبنيش، نقعد حكيت 5 شهور ولا 6 شهور، يكلمني واحد من فرنسا تبع ولدي، قال لي خويا راني لقيته في الحبس، اللي هو الوليد مع ولدي لقيناه في الحبس. يبعثوا لي ورقة اللي طلعت، مشيت للسفارة لهنا خذيت فيزا وخرجت لإيطاليا، بقيت عام في إيطاليا وقبلت المحامية. المحامية قالت لي وليد الدربالي موجود في الحبس اللي هو حرق مع ولدي. نبقى عام كامل وانا نجري باش نحب نقابل الوليد، ما خلوناش خاطر ممنوع عليا، مشني امه وانا باش نجم نقابله. رجعت راجلي مات، رجعت لتونس لتوا قاعده نجري. جينا للخارجيه ما لقينا حتى حل، درنا الدنيا كل السفاره شؤون اجتماعيه، ثم حتى شيء. نهز الورقه بتاع المحاميه، التليفون بتاع المحاميه، ونهز الشؤون الاجتماعيه. الوزير يكلم المحامية قالها وليد الدربالي موجود، قالت له موجود في الحبس، يعطيني الحقيقة بتاع ولدي. وصاحب ولدك هو وليد شنو قال؟ ما قال شيء، ما قبلتوش. تونس مسكرة كل شيء، مسكرة ثم حد شيء. يعني كي خرجت انت لإيطاليا وبقيت عام كامل غادي، ما حب حتى حد يعطيك حتى معلومة على ولدك؟ حتى معلومة. السفارة ما تقبلك، القنصلية ما يقبلوك، قبلت لك الجمعية أعطتنا سكنة، الجمعية هي اللي صرفت علينا وأعطتنا سكنة. يرحم والديهم حتى تلاينا قبلونا، تلاينا والتوانسة لا، التوانسة ما رحمونيش. وقت اللي حرق قد إيه عمره؟ ولدي 18، تلميذ ولدي سانكيماني. ولدي شباب الدنيا، ولدي شباب الدنيا شلحقتك عليه، حرموني منه، ثم رب الدنيا. كي قبلنا قايد السبسي مازال رئيس حكومة، قال عندي 800 تونسي في بقعة بلا غير ريزو، توك شد رئيس دولة نروح لكم بولادكم. ومن بعد ما حبش يقبلنا. وجانا قايد السعايد، إن شاء الله يجيب لنا حق ولادي، إن شاء الله طالبة من عند ربي. ولد الوزير، ولد لاباس عليه يجيبوه، ولد الزوال يحطوه على شير.
قيس عيد راهو جابته شباب تونس، شباب هو اللي جابوه، يروح لنا بالشباب. أني وأني وجهت له، قول له الشباب هم اللي حطوك، والشباب ترجعوا، شباب تونس ترجعوا. ألوفات عندنا 850 تونسي مفقود، خاطي اللي مات في البحر. أنا رجع لي ولدي ما حاجتي حتى شيء، أعطيني قرطلتي، معيني بعنب، أعطيني ولدي ما حاجتي بشيء، شر الموت بالشر. أعطيني ولدي، ولدي يجيب لي كل شيء. ولدي ما طلع لي حب يطلعني، خاطر شافني نخدم وتعبة. قال لي أمي نمشي نرتحك. أنا زدت هبطت تحت الصفر. هبطت. لي لا. لاباس وعشرة لي. ما نجمش نقولش حاجة أخرى. خاطر القسم كل شيء بيد ربي راه. نحن ما طالبين شيء من قيس سعيد، طالبين أولادنا. طالبين أولادنا ما حاجتي بشيء. ما كسبني دار نعطيها له. ما كسبني دار نزيد نعطيها نروح بها بولدي. نبات حتى في عش. هذاك المطلوب. أمنيتي ولدي ونموت خاطر ما عاد ليا. اسمي دليلة بوثوري، راجلي عبد الباسط حمدي مفقود من 6 سبتمبر 2012 ليومنا هذا ما نعرفش عليه لا ميت لا حي. 6 سبتمبر 2012 ما وصلش ما عندي عليه حتى فكرة، وصل ما وصلش، ميت ما ماتش، ما عندي عليه حتى فكرة ليومنا هذا. نحب نعرف حقيقته وين بالضبط. انا ولادي كيسالوني ما عندهمش، بوكم مات ما نعرفش، بوكم حي ما نعرفش، ما يعرفوش اسكو ميت حي ما يعرفوش. اليوم هذا انا عندي بنتي صغيره، كل دفينه ولا حكايه يخرج صندوق تبدا هكا شاده فيه اللي تيح الدوخ، تقول لك حتى حاجه ندفن، حتى صباط وحتى مريول، والمهم نعرف اللي بابا ميت ولا. اليوم هذا ما عندناش حتى فكره عليه ميت ولا حي. لا سلطات تونسية لا إيطالية، أنا مشيت لإيطاليا ومشيت للدنيا كون، مشيت للاتحاد الأوروبي، شكيت شيء ما فما حتى شيء ليومنا هذا، وجيت لهنا وقفت، مشيت للقصر، مشيت للخارجية، فما حتى شيء، حتى شيء. شنو هتطالبوا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية؟ احنا نطالبوا باش يتلفتونا علاش جاية هي رئيسة نتاع إيطاليا هذه، نحبوا رئيسة الوزراء نتاع إيطاليا باش تعاوننا نعرفوا حقيقة أولادنا فين. رئيسنا يتكلم علينا زاد علاش، وما احنا ماهمش ولادهم، ماهم ولاد عليه ما نعرفوا حقيقتهم حتى لتو، ما نعرفوش عليهم حتى موت حي موت. احنا راضيين حيين، ماذا بينا يطلعوا حيين، اما احنا حتى زاد موت ماذا بينا باش نرتاحوا ونتفردوا. مو يعرف حقيقة البشر هذيك فين بالضبط، ما نعرفش. يسألني ولدي تو عمره، خليه عمره عامين ونص، ولدي تو عمره 13 سنة ما يعرفش بو، ما يعرفش ميت ولا حي، ما نجمش نجاوبه. نحب نجاوب انا ولادي، نحب نقول لهم اس كان ميت ميت حي حي. انا عندي 3 صغار يعيشك خليك. 2012 خاطر ما لقيش لهنا خدمه، هو لا يخدم انا لا نخدم، زوز ما يخدموش، 3 صغار باللي مشينا جرينا باش ما فماش، ما يخدمش وحتى كان باش يخدم 300 ولا 400 بالله باش تعيش 3 صغار 300 و400 كري واحد كيفاش؟ قمر بحياته باش يعيش ولاده. يا اخي مشى اضحيه للطاوله، بقيت كان انا هاني نعني فيها. انا هجر عايشي ام زوز اولاد اللي هو محمد الميدي وبشيد الميدي، حرقوا من 1 مارس 2011 اولادي زوز، حرقوا مع بعض، خرجوا من الهواري هما وتسعة أولاد من فرد حومة باب جديد. الكبير عمره 25 والصغير عمره 23. وإحنا اللي صار أنه ما لقينا حتى حد وقف معنا، خارجي لا داخلي لا شؤون اجتماعية، نمشي نعملوا اجتماعات نعملوا مسيرات، ديما يصدونا ديما يصدونا. انا وصلت مشيت للمكسيك، مشيت لبروكسل، مشيت لايطاليا، مشيت لفرنسا، نمشي مع منظمات اوروبيه بالالاف هما، راه مش انا ما نحكيش على اولادي، انا نحكي على اولاد تونس، اولادنا يا اخي يحملوا الجنسيه التونسيه ولا ما يحملوش، احنا نحبوا نعرفوا.
علاش دولتنا ضدهم؟ علاش احنا الوحيدين في العالم التونسي مضى؟ علاش؟ علاش الجزائر هنا احنا معنا جماعه جزائريه معنا مغاربيه عندهم حقوق وعندهم مرحب بهم، الا التونسي مش مرحب به عليه من دولتنا، واحنا ما طالبين شيء. احنا يلزم اتفاقيات تقف، الاتفاقيه اللي مع عهد الزين، الاتفاقيه اللي يعاودها توا قيس سعيد من اللي جاء وهو يعاود ويعاود، هي جايه احنا مش مرحبين بها. راه جورجيا ميلوني بيرسونا نوغراتا، على خاطر هي ضد المهاجرين وضد الواحد، هي اللي ما في 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 ما هي وزيره الواحد الخارجيه واللي هي رئيسه الوزراء الايطالي. الوزراء هي 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 ضد الهجره، ما هي ضد الهجره هي. ايه واحنا احنا شو احنا الدول الزوز، احنا طالبين تونس قبل ايطاليا. انا كي يقول لي ولدك مفقود، معناه مفقود؟ انا مفقود يا ميت يا حي. واحنا التو ما عرفنا الحقيقه، التو 12 سنه احنا وصلوا وصلوا. انا ما نحبش نذكر الميت هو ميت، ولو انا قايد السبسي هو اللي صحح على اولادنا. انا عندي سيدي خطاب بفمه يقول وقت اللي هجموا التوانسه للومبادوزا، وقتها تفاهم هو وبرلسكوني، تقسموا قعدوا 850، قالوا خليهم لي على جنب. انا نحب نعرف 850 اللي قاد سبسي طالب برلسكوني باش يخليهم له على جنب، شكونه؟ سلعه؟ اولادنا سلعه؟ ما هو سلعه، اولاد بشر يعطيك الصح. انا كأم وباسم امهات تونس الكل ماناش مسلمين في حق اولادنا. انا من منبري هذا نلقى حرقه حارقه. اي بيسو انا ما يعطي، انا يعطيوني فيزا مع المنظمات وريح. انا قلت لك مشيت للمكسيك ومشيت لبروكسل ومشيت لايطاليا ومشيت للومبادوزا ومشيت لباليرمو، مشيت لاوروبا الكل. انا كي نحب توا باش نعاود نمشي ما يعطينيش فيزا. علاه ما يعطينيش؟ انا عمري 60 سنه ما تعطينيش فيزا. ولذا انا عندي البحر، انا نحرق باش نشوف اولادي زدان. هذه هي رساله احنا مش مرحبين بها. يا تشوف لنا حل في الهجره، يا رانا مواصلين مانيش باش نقفوا. خاطر انا ابوهم مات من 2018 تعيش وترح، اولاد ما وصلوش، اولادها ماتوا. اي واخرتها شنو؟ حلوا لنا الحدود يا ولدي، حلوا الحدود، خليه يمشي، ما عجبوش يرجع. عليه الهجره هي راي الناس الكل، مش واحد باهي واحد لا. ولذا حلوا لنا، حلوا لنا الحدود. ياسر جرايم في البحر، ياسر ياسر هاك قاعد يظل تعرفوا انتوما في الاعلام وتعرفوا قداش صايره من جريمه في الغرق والكل. علاش؟ خاطر التونسي ما عندوش حقه في بلاده.